نظمت الهيئة الوطنية لترقية العمل دورة تدريبية حول زخرفة الأقمشة التابعة من التراث التشادي. آدم حسن مكاوي، تفاصيل. لا تعطني سمكة، وإنما علمني كيف أصطاد. هنا تتجسد هذه المقولة لتكون مثالا حيا. فالدورة التدريبية في فن الباتيك هذه التي نظمتها الهيئة الوطنية لترقية العاملين ما هي إلا دليلا على عزيمة السلطات العليا للبلاد في خفض نسبة البطالة في أوساط الشباب. 100 شاب وشابة سيستفيد من هذه الدورة ذات الشهر من العمر، وسيصبح بإمكانهم إتقان حرفة فن الباتيك المتمثلة في صباقة القماش، وخاصة أثواب الأنديغو والأقمشة الملونة، وذلك بهدف دعم الشباب من أجل القضاء على الفقر والبطالة. المدير العام للهيئة الوطنية لترقية العاملين في خطابه الافتتاحي أشار بأن هذه الدورة ستساعد الشباب في زيادة رصيدهم المعرفي والحرفي، وكذا إنشاء مشاريع خاصة بهم في هذا المجال. الباتيك هو فن آسيوي شهير، وهو إحدى طرق صباقة القماش المعتمدة على تغطية القماش المراد طباعته بطبقة من الشمع الساخن، وبعد جفافه على القماش يفرق الشمع بالرسومات المطلوبة.